أزمة مشتقات نفطية جديدة تشهدها العاصمة المؤقتة عدن تضاف إلى قائمة المشاكل المتعاقبة على المدينة. هذه الطوابير الممتدة هنا وسط العاصمة تمثل حالة شبه يومية للسكان الباحثين عن مادة البترول أو الديزل، خصوصاً المزارعين أو سائقي سيارات الأجرة ووسائل المواصلات الأخرى. يتوفر الخدمات البسيطة العادي طالب برفاهية ولا أبسط الخدمات، البترول والصحة والتعليم والأمن، هذا المطلوب. هذه الأزمة لن تكون كسابقتها ربما، فقد تشهد تفاقما أكثر خصوصا مع تطور الأوضاع الأخيرة ووصول سعر 20 لترا في بعض المحطات إلى أكثر من 6000 ريال، بينما في محطات أخرى يكون بنصف القيمة. لا نملك أي صلاحية برفع أو خفض سعر المشتقات النفطية، كون هذا اختصاص مجلس الوزراء يقرر تسعيرة المواد الاستراتيجية سواء من النفط أو من مواد أخرى. بالنسبة للمحطات، نحن اتخذنا ضد المحطات المخالفة الإجراءات العقابية والرادعة المناسبة وفق القانون. في اختلاف ما بين المحطة ومحطة، يعني في محطات تجارية سعرها تقريبا أكثر من سعر المحطات الحكومية، فرق بينهم تقريبا حوالي مقارب 3000 ريال، يعني تقريبا المحطة التجارية ب 6500 والمحطة الحكومية 3700. هذا التفاوت في أسعار المشتقات النفطية من محطة إلى أخرى ينعكس على مختلف القطاعات في المدينة التي تعيش أوضاعا غير مستقرة تتأثر فيها أغلب القطاعات الخدمية. يكون في مرض، يكون في عمل، يكون في موت، يكون في أحد يكون محتاج البترول ما يلاقيهوش. محطات الكهرباء هي الأخرى لا تعمل إلا بكميات كبيرة من الديزل وتعاني من عدم تسلمها مخصصاتها بشكل منتظم، ما ينعكس على بقية القطاعات كخدمة الاتصالات والإنترنت وأيضا الجوانب التي تتطلب كميات استهلاكية من المشتقات، حيث باتت أزمة المشتقات هاجسا يؤرق المواطنين ويعرقل حياتهم. تواكب أزمة شحة وجود المشتقات النفطية في العاصمة المؤقتة عدن وجودها في المحطات الأهلية بأسعار مرتفعة، مما يزيد من معاناة المواطنين. فهل ثم حلول لتخفيف هذه المعاناة؟ حنين جمال، بلقيس، عدن.